يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس قبل أن يسكب ماء حارا مثلا فإنه يسمي ويقول أخشى أن أسكبه على الجن فيؤذونني، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لا تلقي شيئا ثقيلا ولا ماء حارا حتى تذكر اسم الله من أجل يبتعد الجن، يبتعدون عن الإصابة وعن فإذا ذكرت اسم الله نفروا ولم يقع عليهم شيء. أما إذا لم تذكر اسم الله فأنت تصيبهم فيتسلطون عليك ويقتصون منك. نعم.